ميكس اف ام تقدم الجولة. رجعنا لكم مرة ثانية مع برنامج الجولة معكم أنا ثامر الحميد. نروح مرة ثانية للمؤتمر الصحفي في نادي الهلال بعد ما انتهى المؤتمر. ما هو في نادي الهلال طبعا، هو المؤتمر بين نادي الهلال بين الاتحاد الأسباني في الريتس كارلتون في الرياض. نرجع لمراسلنا مازن قحطاني. حياك الله مازن. مازن ألو. مازن موجود انت على الهواء الآن؟ حياك الله زامر. هلا والله. معي الان الاستاذ حسن القحطاني نائب المشرف الفئه السنيه بنادي الهلال. الله يحييك. راح يتحدث لكم عن ما تم بالاتفاقيه او الامور اللي توقف عنها زامر. يتفضل. تفضل معك. مرحبا استاذ حسن القحطاني نائب المشرف العام على القطاعات السنيه في نادي الهلال، نرحب فيك عبر اذاعه مكس اف ام. الله يحييك. هلا والله استاذ سامر. الله يحييك. حسن نبارك لكم توقيع الاتفاقيه هذه، جهودكم وجهود الامير بندر بن محمد، اليوم حتى حضور رئيس نادي الهلال الامير عبد الرحمن بن مساعد. يعني وش اللي دار بالضبط بينكم وبين الاتحاد الاسباني قبل توقيع الاتفاقيه؟ وش كان اهم بنود الاتفاقيه؟ اشكركم في اذاعه مكس اف ام واشكرك استاذ سامر. طبعا موضوع ممتد لفترة طويلة، كان فيه كثير من المفاوضات كثير من الاجتماعات، والحمد لله تم التوقيع الرسمي قبل فترة طويلة، ولكن اليوم كان تبشين الاتفاقية. تشرفنا بحضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي، تشرفنا بحضور نائبة السفير الأسباني القنصل العام الأسباني، وحضور وفد من الاتحاد الأسباني، وحضور الأمين العام للاتحاد الأسباني، وكثير من الشخصيات الرياضية والوسط الإعلامي. فاحنا سعيدين اليوم بهذا التدشين، وتعاد إن شاء الله تكتمل إن شاء الله مع رؤية النجاح اللي إن شاء الله نتوقع أنه كبير من خلال ظهور نجوم للمستقبل بإذن الله. صراحة تدشين وتعاد إن شاء الله تكتمل إن شاء الله مع رؤية النجاح اللي إن شاء الله نتوقع أنه كبير من خلال ظهور نجوم للمستقبل بإذن الله. صراحة الهلال تحديدا مدرسة الهلال في سنوات بعيدة كانت، وانت عارف حسن تخريج كثير من النجوم في نادي الهلال، يمكن افتقدها نادي الهلال في السنوات الأخيرة، صار يعتمد على شراء اللاعبين بشكل أكثر خاصة مع نظام الاحتراف. لكن الآن حرصكم أنت حسن القحطاني تحديدا والأمير بندر محمد واضح أنه في عمل كبير جدا في الفئات السنية في نادي الهلال. والله مثل ما ذكرت طبعا أنك تنتقل من مرحلة العمل الإداري اللي متعودين عليه داخل المملكة العربية السعودية إلى تسليم المهمة، خصوصا البراعم اللي تحت عمر 14 سنة إلى أفضل كرة قدم في العالم حاليا. هذه إن شاء الله نحن نذكرها خطوة إن شاء الله ممتازة. نتمنى باقي الأندية السعودية تحذو هذه الخطوة، بسبب أنه في النهاية مصلحة الكرة السعودية هي همنا الأول. فإحنا من خلال هذه الشراكة اللي تمت حريصين كل الحرص على أن تكون هذه الشراكة داخل الملعب أكثر من خارج الملعب. تواجد المدير الفني للأكاديمية اليوم وتواجد الطاقم المدربين اللي بدأ بالعمل من الأسبوع من أول ما وصلوا قبل يمكن 5 أيام شيء يسعدنا، وإن شاء الله نتم الاتفاقية هذه ويكون نتائجها إن شاء الله عالي بإذن الله. ما شاء الله عليكم حسن، يعني اتفاقية والأروع مع الاتحاد الأقوى الآن في العالم الاتحاد الأسباني، يعني ما هو بشيء خذني جيتك، يعني مجرد في أوروبا في كثير في أوروبا بس أنتم طحتوا واكفين. ها تستاهلون. الحمد لله. الحمد لله وشاكر والله دعمكم في الوسط الإعلامي وسط الرياضي. تستاهلون والله، يعني أنتوا شريك مهم جدا من أجل النجاح للجميع، و دعم الوسط الإعلامي الرياضي للرياضيين ولمثل هذه الخطوات شيء مهم جدا، ونتمنى إن شاء الله أن تواجدون معنا كإعلاميين خلال مدرسة الهلال لرؤية ما يتم عمله على أرض الميدان. أكيد، وصدقني حسن بقول لك شيء يعني وأنت أدرى في الموضوع، العمل الجيد جيد، يعني ما يحتاج فيه، يعني أنتم عملكم واضح صراحة، والتوقيع الاتفاقية هذه مهما كانت أو مهما كانت تفاصيلها أكيد مجرد أنك أنت تبدأ بمدرسة نادي عندنا من أكبر الأندية في السعودية هذا شيء إيجابي نشكركم عليه. في سؤال محرج أكيد حسن طبيعي إذا دخلنا في الأمور المالية، كم يعني الصفقة كلفت الأمير بندر بن محمد وحسن القحطاني أو نادي الهلال؟ هذا بيكون السؤال الثاني.
لا ما انا ما اذا اتكلم على تكاليف الصفقه كتكاليف الصفقه المدفوعه للاتحاد الاسباني فهذه في اتفاقيه بين نادي الهلال والشركه الوسيطه والاتحاد الاسباني على عدم دفع مبالغ سريه. ها بالنسبه اي سريه طيب وهذه بتكلف يعني نادي الهلال ولا منكم انتم يعني مشهود شخصي؟ هو نادي الهلال شخص واحد، احنا نعتبره شخص واحد، سواء الامير بندر محمد او الامير عبد الرحمن بن مساعد او اداره النادي، احنا كلنا نمثل نادي الهلال. الصفقه هذه طبعا والاتفاقيه هذه اللي متكفل فيها شخصيا الامير بندر محمد. طيب حسن، الاتفاقيه لمده 3 سنوات بينكم وبين الاتحاد الاسباني صح ولا لا؟ 3 سنوات قابله للزياده. طيب ليش هي بس على المدرسه؟ الناشئين والشباب ما لها دخل؟ ها لا لا، المدرسه اللي هم براعم مدرسه الى تحت 14 سنه. طيب السؤال الاخير، صحيح انه فوق 30 مليون؟ احنا مثل ما ذكرت لا، لان فيها يعني انت عارف هاي اتفاقيات فيها محامين وفيها امور كثير والامور الماديه احنا نحرص يعني على ان ما انت يعني اذا في لو كان الاتحاد الاسباني بيسمح لنا مثلا، لانه تعرف انت هي حصريه على بالك صحيح. مدرسه الهلال حصريه في داخل المملكه. طيب الاتحاد الاسباني النادي الوحيد اللي بيوقع معه كإشراف على مدرسة نادي هو فقط نادي الهلال في المملكة. عموما نقدر لكم هالحصرية، وبالعكس أرجع وأقول لك حسن، مجرد توقيع مع الاتحاد الأسباني هذا إنجاز لكم، نشكركم عليه في الله. القطاع الناشئين والشباب في القطاعات السنية في نادي الهلال. شكرا شكرا أخ ثامر، وإن شاء الله أن الله يتمم إن شاء الله على خير وتنجح هذه الخطوة إن شاء الله، وشاكر وقفتكم وتوافقكم معنا. تستاهلون كل خير، شكرا لك أستاذ حسن، يعطيك العافية. كان معنا الأستاذ حسن القحطاني نائب المشرف العام على القطاعات السنية في نادي الهلال. بنرجع مرة ثانية إذا كان في شيء مع زميلنا مازن القحطاني، بنطلع الفاصل القصير وراجعين. نرجع مرة ثانية لمراسلنا في الرياض مازن القحطاني، تفضلي مازن إذا باقي عندك شيء تضيفه. طبعا يا ثامر عد حلقتكم اليوم كلكم قحطين انتوا حسن. ها في الختام اخوي ثامر، طبعا حاولنا نحتاج الامير عبد الرحمن بن مساعد من بين جدا عدد حشد اعلامي كبير في المؤتمر، ولكن لم نستطيع لانه ايضا رفض التصريح لاي وسيله اعلاميه. يمكن لانه الموضوع يخص القطاعات السنيه في نادي الهلال. نعم ايضا ابدا الامير عبد الرحمن بن مساعد لبعض الصحفيين في حديث دار بينهم أنه غير مستاء من أداء نادي الهلال أو عمل نادي الهلال الحالي. غير مستاء؟ غير مستاء. هذا من هو؟ الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟ الأمير عبد الرحمن بن مساعد. وأنهم سيرون نتائج العمل هذا مستقبلا خلال 3-4 مباريات مقبلة. 3-4 مباريات ولا 3-4 سنوات يقصد؟ لا قصد 3-4 مباريات. طيب هو يقصد بهذا نادي الهلال والفريق الاول يعني خلال خساره امس مباراه امام او تعادل خساره نقطتين تمثل الكثير لانها كانت في الدقيقه 90 خساره الثلاث نقاط. بالنسبه اخوي ثامر للتغطيه في المؤتمر الان تقريبا بشكل كامل خرج كل من في الفندق، تم الانتهاء بعمل تغطيه واتمنى تفوز على رضا المستمعين والمستمعات وتفوز على رضاكم. لا اكيد اكيد بيض الله وجهك مازن، الله يقويك، هذه المره الاولى ان شاء الله ومن هذا وافضل ان شاء الله، يعطيك العافيه مازن. باذن الله اخوي، شكرا لك. هذا مراسلنا من الرياض مازن القحطاني. اخر الاخبار، شدد محمد ابو سبعان على ان فريقه افتقد للروح التي عرف بها من خلال لقاء الفيصلي، مبينا انه يتفق مع حديث المدرب بعد نهايه المباراه على ان الفريق قدم مستوى جيدا ولكن الروح غابت عن اللاعبين وهو سبب فقدان نقطتين مهمتين في طريق المنافسه على لقب دوليتين، كما اكد على ان الاخطاء الدفاعيه لعبت دورا ايضا في الخروج بهذه النتيجه حيث جاء من خلال هدفي الفيصلي. هذا بالنسبة لأخبار محلية. آخر خبر وأهم الأخبار، فشل صفقة كاكا إلى ميلان، باتت صفقة انتقال البرازيلي ريكاردو كاكا إلى نادي السابق ميلان الإيطالي من ريال مدريد الإسباني في مهب الريح بسبب الضرائب المضاعفة على الأندية الإيطالية والتي لا يوجد مثلها في أسبانيا، وذلك رغم تعاقد النادي الملكي مع الكرواتي مودريتش والذي سهل كثيرا من رحيل كاكا. وكان من المتوقع أن يطير نائب الرئيس إلى مدريد الأربعاء المقبل لحضور مباراة العودة في كأس السوبر الأسباني بين الريال وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو للقاء رئيس النادي
الملكي بيريز والتفاوض بشأن كاكا. هذه كانت حلقة برنامج الجولة اليوم الثلاثاء، إن شاء الله بنكون معكم في برنامج غرفة 11 الساعة 10 مساء لتسليط الضوء بشكل أكبر على استكمال مباريات الجولة الرابعة في دوري زين السعودي لليوم. تمسون على ألف خير.